ازيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. النهارده يا شباب انا بس طالع في الفيديو ده بتكلم على امتحان الاورال. بالنسبه لدكتور الجامعه لما يجي يسالك على بعض الاسئله لازم تبقى واثق من نفسك وترد عليه بمنتهى الثبات الانفعالي. طب ولازم يبقى عندك معلومات. طبعا انت ذكرت الماده والحمد لله وربنا هيكرمك ان شاء الله. دلوقتي يا شباب انا لما يجي يسالني على اول سؤال بيقول اهميه مثلا تمنشن اناليسيس، اللي هي معادلة الأبعاد دي بتتأكد من صحة القوانين، وممكن بجي بستنتج منها القوانين. يبقى احنا هنقول له بروف ذا equation is correct or not correct. تمام. السؤال الثاني: is possible calculate constant proportional from dimension analysis؟ هقول له طبعا ممكن نستنتج منها القوانين، تمام، وليها طريقة في الشغل. طيب بالنسبة للسؤال التالت لما يقول difference between السي جي اس والاس اي والام كي اس سيستم، هو دي أنظمة سيستمز، يعني أنظمة. الاس اي ده اسمه النظام الدولي سيستم انترناشونال، يا ريت تكلمه كلمتين انجليزي كده اهو تقول له سيستم انترناشونال يونت. طب الام كي اس ده النظام المتريك اللي هو النظام اللي اللينس فيه بالمتر والماس بالكيلو جرام والتايم بالثانية. طب السي جي اس ده نظام جاوس، ويا ريت تقولها له كده اهو وتقول له ده نظام فرنش، تمام، وبيقيس طبعا الماس بالجرام واللينس بالسنتيمتر والتايم بالثانية، وتقول له ان كلهم مشتركين في السكند يا دكتور. طيب بالنسبة يا مستر، السؤال الرابع احنا كده يعتبر عديناه. السؤال الخامس: what's meant by density of substance؟ هنقول له ايه density equal mass over volume. ممكن تغنيها له، غنيها له براحتك، تمام. ايه density equal mass over volume، وتروح تقول له جملة حلوة كده اهو تدل على ان انت فاكر موضوع الدنس بتاع اولى اعدادي. انت فاكر زمان كان المسمار بيغوص، فاكر؟ تمام، المسمار ايه؟ بيغوص. طب والوود السفينه بيحصل لها فلوت، فانت حضرتك هتقول له بمنتهى البساطه كده اهو، انا عندي هنا اهو ووتر، فلو حطينا سينك هنا، حطينا نيل او ايرن نيل، هتقول له ده ايه؟ الدنس بتاعته اكبر من الدنس بتاعت الووتر، عشان كده بيحصل له سينك يعني يغوص. اما لو قلنا حته خشبه او تمام، الخشبه الوود هنا هاف لود ان ووتر سيرفيس، واي الدنسيتي بتاعت بيكوز، هتقول له كده بيكوز دنسيتي اوف وود از ليس ذان دنسيتي اوف ووتر، سو وود فلوت اون ووتر سيرفيس. وكده يبقى خلصنا من السؤال الخامس. انما الديفينيشن بتاع دنسيتي هتقول له ايه؟ دنسيتي ايكوال ماس اوفر فوليوم، فمنتهى البساطه الدنسيتي هو عباره عن الماس of matter. يبقى هنا density هي الماس of substance، بس اليونت بتاعتها الفوليوم بتاعها 1 كيوبيك سنتيمتر، تمام. فاحنا نقول الدنسيتي ديفينيشن، نقوله اخر مره، density it is the mass of unit volume يا مستر of matter. يبقى الدنسيتي it is ايه؟ it is the mass. يبقى الدنسيتي هي الماس بتاعت ايه؟ فوليوم. الفوليوم لازم يبقى باليونت، يعني ب 1. يبقى عشان كده هنقول ايه الدنسيتي؟ it is the mass of unit volume of a of matter. يبقى الدنسيتي هي ايه؟ هي الماس of unit volume، unit ايه؟ volume of matter. اوكي. طب لما يقول لي difference between scalar and vector quantities، زي ما احنا قلناها في الفيديو بتاع مراجعة الميجرنج يونت، ان السكيلر تقول له has magnitude only، اما الفيكتور تقول له has او have حاجتين، تقول له magnitude انت ايه؟ دايركشن. اوكي يا دكتور. طيب السؤال بعد كده لما نقول رقم 7 بيقول what the difference between scalar and vector product of two vectors، بمنتهى بساطه انت هتقول له انت عندك ايه؟ دوت
دوت بي، تقول له هو عبارة عن ال A في ال B في كوزين الأنجل، والناتج بتاع ال dot product بنسميه dot product هي كمية سكيلر يا فندم، سكيلر. اوكي، عايز تديله مثال، ممكن تقول له ال work بيساوي force times displacement، ويبقى يديني هنا ها ال work ده ايه؟ فيكتور سكيلر، ال work سكيلر يا فندم. تمام. اما لما نتكلم على لما نيجي نتكلم على ايه مثلا كروس بي، يبقى دي كميه ايه؟ فيكتور تايمز كميه فيكتور، يعني فيكتور تايمز فيكتور، ماشي، بس ده كروس بروتاكت، بنسميه كروس ايه؟ بروتاكت. طبعا كل ما تتكلم كلمتين انجليزي ككونسبت هيظبط الدنيا، فبيساوي الاي في البي في ساين الانجل في الزاوية في ايه تاني؟ في حاجة اسمها ان، دي اسمها النورمال على التو فيكتور التانيين. اوكي؟ وبالتالي هنا ها مين مثال على الموضوع ده؟ انت درست في المحاضرة الثالثة التورك. والتورك هنا ها يا شباب احنا قلنا عبارة عن قوة في الارم البربنتيكولار، عشان كده بيبقى اف في ار ساين ثيتا، او اف في دي، تمام؟ او اف في ار، اف اف ار، بس ده فيكتور وده فيكتور. الارم بتاع الليفر عباره عن ايه؟ زي ما قلنا في الفيديو، اف في الدي ساين ثيتا، يبقى فيها ساين ومفيش ساين، فيها ساين. طب الدايركشن بتاع التورك او الدايركشن بتاع هنا ليه دايركشن؟ طب الدايركشن ده انا حدده بقاعده مين؟ تقول له قاعده اليد اليمنى. قاعده اليد ايه؟ قاعده اليد اليمنى اللي بنسميها ايه؟ رايت فيلمينج، لا رايت هاند رول، اسمها ايه؟ رايت هاند رول. طيب بعد كده لما يجي يقول لك نمبر 7 كده احنا خلصنا منها، صح كده؟ اوكي، عايز ان القاعده نفسها بتاعت الرايت هاند رول اكتبها على الانترنت، هتلاقي حد بيشرحها، او ممكن لو لقيت فيديو هبعته لك ان شاء الله. طيب بعد كده ترو اور فورس، سكيلر بروتكت اس كوميوتيف، يعني ايه توت بي بيساوي بي توت ايه؟ ايوه اجابه صحيحه. ده بالنسبه للسكيلر، اما بالنسبه للفيكتور لا، الكلمه دي معناها ابداليه، زي ما انت ما في شايف حضرتك، ابدالي. طيب بعد كده بيقول لي رقم 9 او 10، رقم 9 ام سوري، بيقول لي سكيلر بروتكت او بوي ديستراكت فلو اوف مالتيبليكيشن. اه ينفع، ينفع تضرب ده بده وده بده. اوكي، بس هنا هو بيقول ايه؟ ايوه ينفع في السكيلر، ايوه اللي هي خاصيه التوزيع. طيب السؤال اللي بعده هناخد العشر اسئله اللي بعديهم. انا عندي هنا فيكتور بروتكت اوف تو بارر فيكتورز زيرو. بص طالما هما بارل انت عارف ان الزاويه تبقى بزيرو، تمام؟ طب هنا هو مش بيقول لي فيكتور، يبقى ساين زيرو، هما الاثنين بارل فما فيش زاويه بينهم. اوكي، ساين زيرو، ساين زيرو بكام؟ نجيب الاله، انا ناسي هي ساين زيرو بكام، نجيب لكم الاله. معاك التك؟ يعني انت مش هتحفظها؟ اه مش هحفظها. اقول له ثواني يا دكتور، بالاله يا فانتم ساين زيرو، يبقى انت هنا اهو نكتب له ساين زيرو، نشوف تطلع كام، نقفل القوس ونقول له يساوي، طلع بزيرو، يبقى فانش يا فندم، فانش، يبقى هنا اهو ايكوال زيرو، يبقى اجابه صحيحه. يعني هو هيجي يسالك اوكي، يعني انت معاك التك على طول معاك حتى في الشفوي؟ اه طبعا. طب لما يقول لي نيوتن فيرست لو، لا ركز معايا في الحتت دي، نيوتن فيرست لو بيقول ستيت، يعني قول له قانون، يبقى تقول له الاوبجيكت اللي هو اترست، اترست زي حضرتك يا دكتور انت واقع كده، انت اترست، في قوه بتاثر عليك
داون وورد اللي هو الوزن، يعني حضرتك بعد اذنك انا هعتبرك هرسم عليك فري بودي دايجرام، يبقى الويت لتحت ونورمال فورس لفوق، قوه ربنا عاملها كده، والاثنين السمشن بتاعهم او النت فورس بيساوي زيرو. هو ده نيوتن فيرست لو. يبقى طب متى النت فورس بيساوي زيرو؟ في حالتين، في حاله الاستاتيك وفي حاله الديناميك. اصل هنا نيوتن فيرست لو ده عباره عن حالتين، في ستاتيك في ايه ديناميك. حاله الاستاتيك ايكيليبيوم، على فكره قانون نيوتن يعتبر موضوع الايكيليبريوم اهم حاجه فيه، ودي نوعين، يا اما ستاتيك ايكيليبيوم يا اما ديناميك ايكيليبيوم. يعني الجسم لو كان اترست يبقى السرعه بزيرو، اكسلريشن بزيرو، واحنا عارفين ان اف يساوي ام اف اي ده النت فورس، وبالتالي هنا هتطلع بكام يا اولاد؟ تطلع بزيرو. طب بالنسبه للديناميك، السرعه هنا بتبقى يونيفورم، تبقى ايه؟ يونيفورم، يبقى تشينج في الفيلوسيتي بزيرو، يبقى الاكسلريشن بزيرو، يبقى النت فورس بكام؟ النت فورس تطلع بزيرو يا فندم. يبقى احنا خلصنا من نيوتن فيرست لو كده اهو شباب. اوكي طيب تعال نشوف نيوتن سكند لو. بيقول هنا اهو اديني رقم 12، رقم 12 بيقول لي ايه؟ بيقول لي استيت، يعني قول لي نيوتن سكند لو. بص يا حبيبي، بص يا دكتور، قول له بص يا دكتور انت حبيبي خالص، النت فورس بيساوي الريت اوف تشينج في المومنتيوم، الريت اوف تشينج في المومنتيوم، يعني القوه اللي هتاثر على اوبجكت بتساوي المعدل الزمني لمين؟ للتشينج في المومنتيوم. وبالتالي هنستنتج ان هي ام اف اي، برضه الصيغه بتاعتها اف يساوي ام اف اي. يبقى هنا الجسم بيحصل له اكسلريشن، يبقى هنا انت عايز تحفظ، انت بتتكلم معاه شفوي، فانت اقول له مش هنحفظ يا دكتور احنا اكبر من كده، احنا دكاتره تمام، وما تحفظش بجد، انت خليك بس واثق من نفسك. المهم تعرف ترسل له الكلمه دي المعادله، احنا كفيزياء بتوع معادلات وبتوع مسائل، اقول له كده اهو بهذه اللفظ. اما اقول له احفظ وانسى كلمه والكلام ده مامتي كانت بتسمع لي زمان، انما احنا بنشرح ونفهم اكتر، احنا تعليمنا قائم على الفهم. طب بالنسبه للرقم 13 نيوتن سيرت لو، ليها اغنيه جميله وليها صيغه رياضيه، اف 1 بيساوي ناقص اف 2. يقول لك ستيت نيوتن سيرت لو، قول له يا فندم حضرتك انت ضربت بايدك الحيطه، الحيطه بترد على ايدك، يبقى في اكشن وفي رياكشن، يبقى في اكشن منك وفي رياكشن من الجسم الثاني، وبكده مفيش ايكيليبيوم، عشان هنا هو شرط الايكيليبيوم بيبقى اثر على جسم واحد، انما نيوتن سيرت لو بيأثر على جسمين. يبقى هنا ها for every action، اغنيتنا الجميله for every action there is a reaction. طب ايه صفات الاكشن والرياكشن؟ for every action there is reaction، for every action there is a reaction، تمام، equal in magnitude، مساوي له في المقدار، and opposite in direction، in a direction. طيب يبقى كده احنا خلصنا شباب. بعد كده يا شباب لما نيجي نتكلم على سؤال 14، عايز definition of torque وايه اليونت بتاعته. الديفينيشن بتاع التورك يا شباب، التورك ممكن تقول هو الكروس بروتاكت للفورس تايمز ايه الليفر ارم، ومش هيقدر يقول لك ان كلامك مش صح، وهو برضه الابيليتي، قلناها في الفيديو يا شباب، ابيليتي اوف فورس ذات افكت اوف اوبجكت، اهم كلمه تو روتيت، عشان يحصل دوران. يبقى هي قدره المقدره بتاعت الفورس بتاثر على اوبجكت عشان يحصل له ايه الاوبجكت روتيت. اوكي طب كيونت انت عندك هنا الفورس بالنيوتن والليفر ارم بالميتر، يبقى هي نيوتن في متر، يبقى نيوتن في متر، يبقى التورك يتقاس بايه؟
نيوتن في متر يا فندم. ورقة وقلم يا أستاذ. لا مش يا أستاذ، يا دكتور، بس خلي بالك من سناني لما أجيلك. طيب ربنا يكرمكم إن شاء الله. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده يا شباب، إحنا عندنا What's meant by torque and what does it equal zero؟ When does it equal zero؟ يعني هنا في حالة equilibrium. يعني ايه هو التورك؟ التورك قلناه تمام، هو عباره عن اف الفورس تايمز الليفر ار تمام، ده معنى التورك. طيب بالنسبه متى يبقى بزيرو؟ تقول يبقى بزيرو لما الجسم نفسه، يعني بتكلم يعني انا عملتها لكم في الفيديو، يا ريت يعني تمثلها له، تمسك له مسطره كده ها وتقول له المسطره تي يونيفورم في السنتر اوف ماس فين؟ ان ذا ميدل. وبعد كده تحط ايه؟ اي جسم كده هتحط يعني تحطها في النص، يعني تحطها على ايدك المسطره، فتقول هنا مفيش تورك. ليه؟ اللي انت عندك التورك هنا بتاع البار او بتاع المسطره اتوضع فين او محطوط فين؟ الاوبجكت محطوط على الديفوت، يعني محطوط في النص تمام. فهنا ها مفيش مسافه بيربنتيكولر، يعني اتي هنا هو اتي عندك النقطه هنا هو، يبقى تسمها بي فوت، نقطة ارتكاز. فانت عندك قوة بتأثر لتحت تمام، بس هتضربها في ايه؟ في الديل بيربنتيكولر. طب ده التورك يا مستر. ايوه. طب الدي بكام يا فندم؟ هنا مش بزيرو، هي المفروض مسافة تأثير القوة اللي هي وزن المسطرة عند النقطة دي. طب النقطة دي مفيش مساء، يعني مفيش حاجة تعمل لها روتيشن، كانت أنا قلته لك قبل كده. يعني ممكن أفتح كاميرا وأوريها لك. حاضر. بص يا شباب، انا هنا هالمسطره انا قلت لك ان هنا في حاجه حمراء كده في النص، اعتقد انت شايفها، ودي هنا اهو ده السنتر اوف ماس بتاعت المسطره. فانا ده اللي بيفوت، فانا لما اعملها كده اهو في حاله اكيليبيوم ولا لا؟ حاله اكيليبيوم. النت تورك بكام؟ بزيرو. اوكي، كام شفته عملي؟ بس لما انا ابعد عن السنتر اوف ماس بتاعت المسطره تمام وعملت كده، يبقى يحصل روتيشن صح؟ يحصل روتيشن كده طيب. بعد كده يا شباب ايه هي رقم كام؟ رقم 16. What's the condition of static equilibrium؟ تقول له شرطين يا فندم، تقول له النت فورس بيساوي زيرو حسب قانون نيوتن فيرست لو تمام. طيب بالنسبه للتورك، يبقى النت تورك بيساوي ايه؟ زيرو. النت تورك بيساوي زيرو. اوكي. طب طبعا انت عندك التورك، النت تورك بيساوي النت فورس في المسافه البربنتيكولر. لما الفورس تبقى بزيرو يبقى اكيد التورك يبقى بزيرو، يبقى هي ليها تو كونديشن تمام. منشن بعد كده بيقول وات از ذا كونديشن اوف ايكليبيوم ان ذا هيومن بودي؟ ايه شرط الاتزان في الهيومن بودي؟ طبعا تقول ان النت فورس بيساوي زيرو. وشرط الكونديشن اللي انا بتكلم على اوبجكت واحد، اصل كونديشن الاكيليبيوم عامه ان بتكلم على فورسز بتاثر على اوبجكت واحد، فانت بتتكلم على هيومن بادي، على جسم انسان، فهو ده شرط الكونديشن ان هو اصلا يبقى 1. طيب نمبر 18، وتبقى واثق من نفسك انت بتتكلم مع الدكتور، اهم حاجه الثقه بالنفس يا شباب. الكلمتين دول احفظوهم وافهموهم كده، ما تخافوش. طبعا 3 كلاس ليفر ان هيومن بودي. طبعا انت عندك رسمه جميله، حكايه الجمجمه تمام، السكال
والقدم وكمان الدراع، اوكي؟ فانت تبص عليهم وتشوفهم وتشوف مين فيهم فيرست ومين سكند ومين ايه ثيرد. طيب يعني ايه ساوند؟ الساوند عباره عن longitudinal wave. longitudinal wave وده يعني نقول external effect. external effect مؤثر خارجي. causes او which causes، which causes سبب ايه؟ here يا فندم ان انت تسمع. اوكي؟ اوكي. طيب does sound can propagate in free spaces؟ طبعا no. ليه؟ هو longitudinal wave، واللونجيتيوتنال ويف دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ميكانيكال يا فندم، ميكانيكال ويف. ميكانيكال ويف. وطبعا الميكانيكال ويف هي تحتاج لميديم، يبقى نيد ميديم. اوكي؟ اللي بيمشي في السبيس هو اللايت، اي نوع من انواع اللايت سواء كان فيزيبل ولا انفيزيبل. وكده يا شباب كفايه كده الفيديو ده عشان الحق باقي الشغل بتاعي. لو ان شاء الله قدرت اكمل لكم باقي الاسئله هبعتها لكم بالليل متاخر، يعني انت يعني انت كده كده بعت الامتحان الفاينل هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه في وقت ان انت تقعد ساعتين تراجع كده، فتبقى مسيفهم يعني الصبحيه تحطهم على الموبايل وتبقى تسمعهم تاني ان شاء الله اعملهم لكم. ثانك يو فور واتشينج this فيديو. انا بس حبيت اعمل بس مجرد هيلب. ربنا يوفقكم وكل سنه وانتم طيبين. كان معكم مستر وجين مصري فيزيكس تيتشر ان ستيم اسيوط. باي باي.